اكتر ماكينات مرعبه صنعها الاتحاد السوفيتي. الاليه اللي اشبه ما تكون بالوحش قدامك ديت اسمها اللون كلاس اكرانو بلان. حاسسني بقيت محمود شوف بعد النطق ده. طول الاليه المرعبه ديت كان بيوصل لاكتر من 70 متر، والعرض بتاع جناحاتها كان بيوصل لاكتر من 40 متر. طبعا انت مع الاجنحه والمحركات التربو اللي راكبه فوق اللي هم عددهم 8، انت تتوقع ان هي كانت طياره، ولكن في الحقيقه كانت حاجه غير كده. هي كانت حاجه هجينه ما بين السفن وما بين الطيارات. المركبه ده كانت بتشتغل بطريقه ان هي تمشي فوق الميه بسرعه عاليه جدا، لدرجه ان ده كان بيولد ضغط من الهواء يخليها طايره فوق الميه بارتفاع قدره سنتيمترات معدوده، فده كان بيسمح لها انها تكسر سرعات كبيره جدا لدرجه انها كانت ممكن تكسر سرعه ال 500 كيلو متر في الساعه الواحده. والانابيب بقى اللي انت شايفها راكبه فوقيها دي ما كانتش للزينه، ولكنها كانت مزوده بصواريخ ومضادات طيران عشان لو في اي مركبه امريكيه او طياره قررت انها تعترضها في البحر، المركبه ساعتها هتطلق الصواريخ او المضادات وتتعامل معاها فورا وتسقطها. دخلت الخدمه في سنه 1987، ولكن بعدها بسنتين الاتحاد السوفيتي انهار والمشروع تم ايقافه، ولكنهم كانوا صنعوا منها حوالي 5 اليات كامله. فبقى لو طلع لنا كراكن او جودزيلا في البحر، انت عارف انت هتتعامل معاه ازاي لو هو بيحاربك في البحر.